بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي وزملائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مهدي موك. النهاردة هنكمل مع بعض موضوع الأصول الثابتة. يلا بينا نبتدي. إحنا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الطريقة الأولى من إنشاء الأصل الثابت باستخدام الأسيد بروبوزل، ووصلنا إننا قلنا إن في عندي كذا ميزة باستخدام الأسيد بروبوزل، وأنشأنا أصل المرة اللي فاتت وعملنا في البروبوزل إيديت. النهاردة هننشئ أصل ثابت باستخدام الأسيد بروبوزل، وهنستخدم الميزة التانية وهي ميزة السبليت، وهنشوف إزاي هتفيدنا. يلا بينا نبتدي. هنروح لفيكسد أسيدز ترانزاكشنز أسيد بروبوزل. السبسيدري بتاعتنا النهاردة 11.04، والستارت ديت من 1 نوفمبر إلى 30 نوفمبر. طب إيه الأسيد طيب بتاعنا النهاردة؟ كمبيوترز، ونضغط على propose new assets. الستاتس بتاعت الجوب بقت كيو، ندوس على details، اتحولت لin progress، نضغط refresh، يبقى الأسيدز البروبوزد 2 assets. يلا بينا نشوف ايه هما. هنروح لفيكسد اسيتس ترانزاكشنز مانج اسيت بروبوزل، نختار السبسيدري والاسيت تايب. هلاقي ان السيستم عمل بروبوزل لتو اسيتس، ده الماك برو، ده عبارة عن 3 مونيتور. فانا دلوقتي هستخدم خاصية الإيديت. الأول أغير الديسكريبشن بتاعها عشان أعمله مظبوط. أسوس 27 إنش، ده الأسيت ديسكريبشن الصح. هدوس سيف، وهلاقي هنا إن في عندي أوبشن اسمه في البروسيس اسمه سبليت، اللي بيمكنني إن أنا بدل ما الأصل ده طالع وهيتكرت على انه اصل واحد، لا انا هنشئه 3 اصول منفصله. طيب لو كان الفاتوره المورد لما دخلت ما كانش محدد فيها ان كوانتيتي 3، يبقى اوبشن سبليت ده مش هيبقى موجود. طب انا عشان اخلي السيستم يظهر لي الاوبشن بتاع سبليت، لما افتح الاصل في مود الايديت واروح لتابت الجنرال، هلاقي هنا كوانتيتي. لو هنا الكوانتيتي مش متحددة اقدر اغيرها عن طريق الايديت، واكتب الكوانتيتي اللي انا عايزها هنا وادوس سيف. في الحالة دي زرار السبليت هيظهر لو ما كانش ظاهر. طيب انا دلوقتي الاصل ده هو مش اصل واحد، دول عبارة عن 3 مونيتور اسوس، فانا عايز انشئ 3 اصول منفصلة، فانا هقول له اضغط على سبليت. فالكوست بتاعت اول جزء في من السبليت هيبقى التكلفه بتاعته 1. سبليت الاولاني هيبقى له ايتم ديسكريبشن مختلف، هكتبه هنا. طب لو ملوش ايتم ديسكريبشن مختلف وعايزه يفضل بنفس الايتم ديسكريبشن اللي انا كنت كاتبه قبل كده، مش هكتب هنا حاجه، واقول اد. مجرد ما بضغط على اد هلاقي ان الريمينينج كوانتيتي اصبحت 2، لان المجموع الاصلي 3 وبقت الريمينينج كوانتيتي 2، والريمينينج كوست من الاوريجينال كوست بقت 18245.61. طب انا هاجي هنا في البند الثاني من السبليت هعمله نفس القيمه كوانتيتي 1 واقول له اد، والبند الثالث والكوانتيتي 1 واقول له اد. كده الريمينينج كوانتيتي بقت 0 والريمينينج كوست بقت 0. يبقى انا اتاكدت كده ان تم عمل سبليت للاصل الى 3 اصول منفصله، وكل اصل له الكوست الخاصه بتاعته. واضغط على زرار
split. هنا الستيتس بقت كيوت، اضغط على details in progress refresh. كده البروسيس خلص وقال لي ان البروبوزلز كرييتد 3. طيب هروح على fixed assets transactions manage asset proposal، اختار السبسيدري بتاعتي 1104. اصبح عدد البروبوزلز 4. الاصل الاولاني اللي هو الماك برو اللي انا ما عملتش فيه حاجه، سبته زي ما هو، واصبح في عندي 3 اسوس 27 انش برو. يبقى انا كده اتاكدت ان البروبوزل بتاعي مظبوط، وهي دي فعلا الاصول اللي انا عايز انشئ لها سجلات في السيستم. اعمل مارك اول عشان يتم اختيار جميع البروبوزلز. ادي 1 2 الاصل الثالث، ادي الاصل الرابع، واضغط على جنريت اسيتس. بيديني المسج، اقول له اوكي. راح للفان بروسيس ستيتس بيج كيوت، اضغط على ديتيلز. الستيتس اصبحت ان بروجريس، اضغط على ريفرش، وبكده الستيتس اصبحت كومبليتد والاسيتس جنريتد 4 اسيتس. وبكده نكون اتعلمنا النهارده ازاي نستخدم خاصيه السبليت من داخل مرحله الاسيت بروبوزل. شكرا ليكم، نلتقي في حلقه قادمه ان شاء الله تعالى.